طاقم الطائرة كان نمرة كام يا كابتن الطائرة دي؟ الرحلة كام؟ 181. 181 عمرهم ما هينسوها، رحلة 181 من برج العرب اللي كادت أن تصل إلى القاهرة لكنها لفت وراحت لارنكا. نعرف بقى إمتى ابتدوا يعرفوا الركاب كابتن حازم، إمتى ابتدوا يعرفوا الركاب؟ حسام حسام سوري معلش حسام. احنا طبعا دخلنا في كونفرنس مع الكابتن، ادانا تعليمات. اولا عملوا لكم ميتنج يعني ولا ايه؟ لا انا ميتنج من خلال انا والكابتن، بحيث انا والكابتن نعمل ميتنج وبعد كده بوزع الادوار للكرو للطاقم. في ناس يتعاملوا مع المختلط نفسه يدانوا معاه، وفي ناس يتعاملوا مع الركاب، وفي باخد معلومات من الكابتن وبديله معلومات يعني من خلالي تنسيق المهام اثناء العمليه. فالحمد لله اللي بيتعامل مع المختطف قلت لهم اعطيه اوامره، محدش يعمل اي اكشن غير ما يبلغه. ركاب الحمد لله كانوا هاديين لحد ما، بس حسوا ان في هنعمل هولد بنلف فوق بحر المتوسط فابتدوا يقلقوا. هو الناس دي كانت رايحه للقاهره اساسا؟ بس لقوا البحر بحر القاهره. وبقول لحضرتك احنا كنا يعني خلاص ابروتشنج القاهره ولفينا، لما ما حسوش في النص ان احنا الرحله في ناس بحر كتير انه فجاه يا جماعه الرحله دي مش المفروض يبقى فيها بحر كتير يعني. انا ما حبيتش ان انا اخطرهم بالاتصال بتاع الطياره المباشر، وخليت ان هو الطاقم هو اللي يتعامل معاهم فرد فرد. يعني كان عندنا في ضيافه بتتعامل مع ركاب فرد فرد. يعني امتى ابتدوا الركاب يحسوا يا كابتن؟ هم قالوا حسوا في مشكله، قلت لهم في مشكله وبنحلها، في مشكله وبنحلها، بس ما فيش اي مشاكل خالص، هننزل مطار لارنكه بشنطكم وفي باص مستنيكم تحت. لدرجه حاجه تضحك جدا، واحده من الركاب قالت لي انا اي جونا ميس ماي كونكشن، وهي نازله معانا كده مش عارفه ان في مشكله على الطياره. كانت واحده مصريه مش يور لايف يعني مش يور كونكشن. لا الحمد لله كان كنترول ديسمبركيشن في الترمينولوجيا دي، كنترول ديسمبركيشن ناجح جدا، وكان معاهم شنطهم وكان هادين جدا ومش عارفين فاكرين ان في مشكله في الطياره وتكنيكال تكنيكال ايشو. نيهال بقى احكي لي، يعني انت المضيفه اللي كنت بتطلعي الركاب وبعدين رجعتي تاني للطقم، يعني الاول احكي لي ابتديتي تحسي ان هم عرفوا من امتى؟ يعني اما كنا في الكابينه فكنا بنحاول ان احنا نبقى متواجدين معاهم عشان ما يشعروش بقلق، لان طبعا الرحله طولت زي ما حضرتك بتقولي، فابتدوا طبعا يحصل تساؤلات. فقلت لهم هي ان شاء الله موضوع بسيط، هي ان شاء الله بسيط موضوع بسيط. انت كنت حاسه ومبتسمه وعادي خالص؟ مبتسمة. بصي بقى، لا يعني سؤال، جالكيش حالة انهيارية وعيطتي خالص؟ انا كلمتي ماما وبابا لا ما لحقناش، احنا كنا في الجو، احنا اتكلمنا لما نزلنا بقى، لكن طول ما احنا في الجو كان لسه بقى ما فيش مكالمات ولا في اي حاجة. محدش عيط يا بنات؟ لا قولي الحقيقة، عايزة اسمع الحقيقة. في اي حد عيط؟ بس بعد ما نزلنا كلنا في مفيش انهيارات عاطفية كده؟ انهيارات وخلي بالك من العيال وكده، ما عرفش في الكلام ده. يعني حضرتك عارفة اللي فكرت فيه كله ايه؟ الركاب اللي احنا مسؤولين عنهم، وده السيفتي، ده اساس شغلنا بقى، ان حضرتك هنا دي الحقيقة بتاعت الشغلانة نفسها. فبالتالي حضرتك حاسة بمسؤولية كبيرة جدا جدا. كنت بتتعاملي معهم نفسيا ازاي؟ ما هي دي بقى، ان انا ازاي ان انا محسسهمش بأي حاجة فيها قلق، وازاي الابتسامة برضو متواجدة على وشك عادي خالص. وفي نفس الوقت انا في سيناريوهين جم في دماغي. قلت طيب لو احنا هنبقى شهداء يبقى ربنا بيحبنا وهنروح الجنة، طب لو ما بقيناش شهداء يبقى احنا لازم نهدى ونتعامل مع الموضوع بهدوء بحيث ان احنا ننجح في المهمة اللي احنا فيها دلوقتي. ياسمين انت اللي كان الاجهزة هنا او السلطات في مصر بتكلمك بقى ازاي بقى؟ احكي لي بقى القصة دي، انا حكوها لي بس انا احب اسمعها منك. لما نزلنا لارنكا فتحت الموبايل واحنا في الجو عايزة القط شبكة، فكنا انا بعت لجوزي مسج احنا مخطوفين في قبرص. باي باي يا حبيبي. قال لك ايه؟ طب والنبي انا عايزه اسمع بس رد فعلك. يعني انزلي على الطياره. قلت له مش هنزل، اقفل انا مش هنزل، انا مش فاضيه لك بالظبط كده. قال لي انزل ترانزل الشغلانه اللي بعد كده ابتدوا يكلموني انت كويسه؟ بعدين لقيت النقيب بتاع النقابه بتاعتنا بتاع نقابه الضيافه استاذ اسامه عبد الباسط بيكلمني. كلم الاول مدام نهال، قال لها انت مكانك فين في الطياره؟ قالت له انا قدام. طب مين اللي مع الراجل ورا؟ قال لها، قالت له ياسمين. فلقيت استاذ اسامه بيكلمني فبيقول لي ياسمين ما تقفليش الموبايل. قلت له اسامه حول لي رصيد علشان الرومينج. ففعلا لقيت فلوس كتير قوي جت على الرصيد. وبعدين اتفتح بقى الخط، اتعمل ابتدوا يدوكي انستراكشنز بايه بقى؟ هنبعت لك فايل اكتفيه، اكتفت الفايل ده وست الفايل على الموبايل.
فكان موبايل صندوق اسود معاهم خلاص، فكل حاجه بتحصل ورا كانت معايا مع مصر. اه وفضلت بقى قاعده مع، يعني قالوا لك اتعاملي معاه بالراحه؟ لا لا، هم كانوا صوريه، قالوا لك صوريه، طلبوا التصوير بس دي ما طلبتش مني يعني. هي طلبت من نيره، الكابتن طلب من نيره ان السلطات في مصر وفي قبرص عايزين صوره المختطف. فجت لي نيره قالت لي الكابتن بيقول كذا كذا كذا. فطبعا انا من الاول لا، انا من الاول بتعامل معاه بعنف شديد. هو اكتشولي خطفته جوه، هو ما طلعش من مكانه. فقلت لها، قلت له طب عايزين بس يتصوروا معاك. فهو مستسلم جدا. يتصوروا معاه؟ اه نيره رحتي قلتي له عايزين نتصور معاك؟ كانت ياسمين اللي واقفه ورا، قلت لها كان ساعتها راكب الانجليزي كمان عايز يتصور. انا مش فاهمه ايه يا جماعه، ايه البرود اللي كانوا فيه ده؟ موضوع الراكب اللي عايز يتصور معايا ده، ما هو كان خلاص يعني هنموت، يعني ايه اللي هيحصل تاني يعني؟ فاستغلوا الراكب، استغلوا الراكب بحيث هم برضو يصوروا معايا يعني. في الاول دخلوه راكب وبعد كده صوروا. انا يا فندم انا عايز احكي لحضرتك حاجه، ومعلش اسف ان انا قطعت بس الحته دي، عشان حتى اللي بعض الناس خدت بعض الحاجات دي بشكل يعني في سخريه ولا اي حاجه. احنا كانت السلطات بتطلب مننا نوصف الراجل طبعا، فكان كل شويه حد يقول لي طويل قصير شعره وعينه مش شنب من غير شنب، ما في الاخر ما بنديش اللي لازم الصوره دي، الصوره دي هي لما اقول لحضرتك ان انا اطلب من الطاقم بتاعي ان عايز حد يتصور معاه، يروحوا هم يعرفوا ازاي يقنعوه بالتصوير بالطريقه المرحه دي؟ يعني هي الناس بكده خدتها علينا يا جماعه، دي ده 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 ذكاء طاقم والله. ازاي قدرتوا تقنعوه بالحكايه دي؟ قلت له هيتصور معاك، قال لي طيب بس. دخلت اتصورت وهو ابتسم، هو ابتسم في الصوره. شخصيته ايه يا جماعه؟ يعني ده راجل مختل عقليا؟ ده راجل ايه قصته؟ لا هو مش مختل عقليا. حكايه مراته ومش مراته والكلام ده كله ايه؟ لا لا، كل ده كان اشاعات. هو الراجل اداني باسبوره وبطاقته وشهاده جوازه واسايم، يعني كل في اعتقادكم ان ده راجل مدفوع للقصه دي علشان تسويق سمعة الأمن المصري، تسويق سمعة يعني أي دوافع تانية للواقع اللي حصلت دي إحنا كطاقم ما نعرفهاش. يعني يمكن تظهر في يوم من الأيام، لكن بالنسبة لنا إحنا كنا بننفذ مطالبه بس وخلاص. أكيد الموضوع ممكن يكون ليه أبعاد تانية أخرى لتسويق سمعة مصر. بعد ما نزلنا على الأرض بقى، الركاب عرفوا، ركاب حصل لهم إيه؟ هل حصل لهم حالة هياج ولا خالص؟ خالص مفيش حد بقى، مفيش ناس قامت صلت ناس؟ لا لا، الوضع كان لطيف جدا، ان احنا برضو كنا محتفظين بهدوءنا. وقلت لهم بصوا انا مش عايزه حد يعني اعصابه تنهار او اي ساعدونا يا جماعه عشان تنزلوا بهدوء، من لان انا خفت في التدافع بقى على السلم او يزقوا بعض، وبعدين السلم اما دخل على الطياره فما كانش مظبوط، ففي حتتين مفتوحين كده من الجنب. فانا ساعتها طلعت عشان كده، قمت واقفه على السلم عشان ما حدش يزق او يقع بالظبط كده. وهم نازلين بقى، ده كانت لحظة يعني بالنسبة لي برضو مؤثرة جدا، ان هم كلهم يلا طب انزلي معانا. اقول لهم مش هينفع، انا لازم ارجع، انا لسه دوري ما انتهش، انزلوا بالسلامة ان شاء الله. ما فكرتيش للحظة انه انزل معاهم؟ انا عندي ناس واسرة. لا يمكن، لان كان في الوقت ده زمايلي لسه جوه والمختطف جوه، وانا ما اعرفش ايه اللي هيحصل تاني، واحنا مع بعض بنبقى اقوياء وتيم ورك مع بعض. فزي ما قلنا، زي ما طلعنا مع بعض هننزل مع بعض، يعني ما ينفعش. امتى هو ابتدى يمشي الركاب جزء جزء مش كده؟ ازاي ده حصل؟ طلب بعد مفاوضات طبعا، بلغ الكابتن وكده، طلب قبل نزول الطياره ان احنا نلم له باسبورات الركاب اللي كانوا على الطياره كلهم. الحقيقه لما طلب ده، فطبعا لازم كان يتنفذ يعني. لمينا الباسبورات واديناها له ورا، بدا يقول للزميله ياسمين طلعي لي الباسبورات المصريه على جنب والباسبورات الاجانب على جنب وكده. فبدات بقى ياسمين تعاملت معاه يعني. ياسمين بصراحه ما قلتلوش انت ازاي بتعمل فينا كده؟ خالص تمام. مش طايقاه بس يعني. لا لا، انا اتشاهدت ودخلت له. قلت له انت هموت النهارده؟ فبيبص لي باستغراب، قلت له طب انا هشرب قهوه. هو لقاني وراه فدخل ورايا، فالستاره اتقفلت، القصه خلصت على هنا، ده ما يظهرش بره ومحدش من بره يشوفه. وبعدين الزملاء فضوا الربع الطياره اللي ورا بحيث ان محدش ينفع يجي ورا، يعني هو لو معاه حد تاني، طب واحد اوكي متسيطر عليه، طب الباقي هيبقى الوضع ازاي؟ نيره، اصعب لحظه كانت عندك ايه؟ اول ما شفته، اول ما شفت الحزام طبعا افتكرت ابني على طول، فضلت واقفه بقى شويه متنحه بحاول استوعب الموقف ده بجد ولا هزار ولا ايه. بس كده خلاص يعني، لما اتاكدت بجد ان احنا هو ده الموقف اللي احنا فيه خلاص.
وقفتني وابتدى ينزل الركاب جزء جزء، نزل الاجانب اعتقد الاول. لا احنا حاولنا اول حاجه نفاوضه على السيدات والاطفال، وهو يعني حتى برضه بحنكه الضيافه برضه اللي موجوده معايا قدروا زي يقنعوه ان احنا لا ننزل عدد اكبر. فراح هو قال طب هننزله كل المصريين، ده بناء على طلبه، ده مش احنا اللي طلبنا، حتى احنا ما كنا برضو بالنسبه لي الاجنبي زيه زي المصري على الطاره، كلهم حاجه واحده بالنسبه لي. بس هفكر بالستات والاطفال. انا ابتديت افكر في الستات والاطفال، فلما ابتدينا نفاوضه لقيته هو بيقول نزلوا المصريين كلهم، نزلنا المصريين، وبعد كده ابتديت افاوضه على حاجه تانية بعديها، على اجانب تانيين بعديها، وابتدى ينزل معايا، رجع ابتديت افاوضه. بتفاوضوا ازاي؟ بيجي لي انا، كان بيجي لي ياسمين. انت كنتش بتتعامل معاه رسميا؟ لا طبعا، انا لو رحت له، انا لو رحت له ورا يبقى انا طعم. لا مش مساله تضربه، هو مفيش بطوله مطلقه هنا يعني انا بالنسبه له هبقى طعم لو رحت له، ولو سمحت له ان هو يجي للكوكبيت عندي لغرفه القياده يبقى بسمح له يتحكم في الطياره كلها. الاساس زي ما كابتن حازم قال انه الاساس انه الكوكبيت لا طبعا محدش هيقرب منه، ما حدش يقرب بالظبط. فانت كنت عن طريق ياسمين، كان ياسمين وحسام كان اكتر اتنين هم اللي كانوا بيساعدوني في التفاوض، كان يجولي الكوكبيت هم الاتنين واقول لهم هنروح نقول له كذا، فكانوا يروحوا يقولوها له، وكانوا بيتصرفوا بشكل كويس جدا زيهم زي باقي الطاقم كله يعني، بس كانوا بيعرفوا ازاي يقنعوه ويوصلوا لهم اللي احنا عايزين نوصله في الاخر. امتى اقدم مطالب بافراجات معينه وحاجات كده؟ هل اقدم ورقه فيها مش عارفه عايزين يفرج عن سجينات وعن كذا وعن كذا؟ ما شفناش احنا، هو ادى ظرف عشان يوصله للكابتن برضو عشان يسلمه للسلطات هناك. فالظرف ده الكابتن سلمه متهيألي من غير ما يتفتح، مظبوط؟ انا فتحته في الكوكبيت، لان السلطات القبرصيه كان عندها بعض التخوف ان الظرف ده يبقى فيه حاجه. وفتحت شباك الطيارة وطلبت حد من السلطات القبرصية يجي يستلمه مني، هو عبارة عن شوية ورق كده بحاجات كده هو كاتبها وسلمتها للسلطات القبرصية، يعني هي موجودة حتى معهم دلوقتي يعني. بعد كده يعني ازاي انتهت هذه اولا خدنا وقت قد ايه على الارض؟ خدنا ايه، ساعتين؟ الواقعة كلها 7 ساعات الا ربع. ده انتوا حاسبينها من ايه؟ الدقيقة كانت جامدة قوي. طب امتى بقى انتهت يعني؟ خلاص نزلنا الركاب، نزلنا كله، فضلتوا انتوا بس يعني، التمانية دول هم الوحيدين اللي كانوا فاضلين على الطيارة؟ لا ما كانوش تمانية، انا كنت نزلت منهم جزء في الاول بعد الركاب، وكنت بفاوضه لسه على الجزء الثاني، وفي الاخر احنا نزلنا بقى في المشهد الاخير اللي حضراتكم شفتوه ده. انتوا نزلتوا وبعدين هم دخلوا قبضوا على، يعني ازاي حصل؟ لا هو اللي حصل احنا بعد لما احنا نزلنا وهو يعني ما لقاش حد على الطياره خلاص، لان احنا يعني الكوبايلوت قال لي فكره حلوه، فكرته هو يعني ان احنا هنفاوضه ان احنا ننزل، وانزلوا انتوا وانا هشاور له ان انا موجود معاه في الكوكبيت، وهيقول له ما انا معاك، لان هو كان ابتدى يطلب طلبات تانية سياسيه بقى، وعايز يروح حته دوله تانية وعايز يعمل حاجات كده تانية، فراح شاور له انا موجود معاك في الكوكبيت، وراح قفل الباب والقفزه الشهيره. ده اللي انا نطيت من الشباك، السبب فقفزت من الشباك، نطت الشباك دي لان كان هم قرهم نزلوا وايه، وفاضل حضرتك. أيوة. نزلت بقى من الشباك وكان وفضل هو في الطياره. فضل قاعد، ما لقاش غير نفسه بعد كده في الطياره، فنزل بقى قلع الحزام وسابه في الطياره ونزل سلم نفسه للسلطات. امتى ابتديتوا تكتشفوا ان الحزام ده ممكن يكون حزام مش حقيقي؟ محدش فينا يقدر يقول كده، لان يعني الحزام كان جدا شاك، ان ما حدش، صعب جدا حتى على الخبراء والمفرقعات يفرقوا بين حزام فيج او حزام اصلي. احنا بعتنا صورته بعد لما صورها، بعد ما نيره اتصورت معاه، بعتنا صورته للسلطات المصريه والقبرصيه، وهم شافوا الصوره قدامهم عليها الاربع ساعات. يعني الناس الخبراء، وانا مش بلوم عليهم لان طبعا دي صوره يعني، لا طبعا في قلق يعني، هو بصوره مش هيقدر يحدد يعني فاحنا الناس اللي مش خبراء باشكال الحاجات دي او اشكال الحزام الناسف، فاحنا لازم نتعامل معاه لانه جدي طول الوقت. احنا عرفنا ان هو فيك ده بعد لما نزلنا، فضلوا ساعه قبل ما قرروا ان هو فيك. والحقيقه برضه جهاز يعني في مخابرات القبرصيه لما نزلنا من على الطياره، كان لسه الكابتن والكابتن مساعد والاستاذ حسام والاستاذه ياسمين وحازم كانوا لسه موجودين على الطياره يعني. فاحنا السلطات القبرصيه لما في تحقيق المخابرات القبرصيه قالوا لي وصف شكل الحزام، يعني عايزين نعرف الوصف كامل عشان يقدروا يحددوا. برضو احنا نفسنا كنا تحت بقى نقول لهم كل شويه يعني الاستاذه نهال الحقيقه والاستاذ نهال يسالوا زمايلنا اللي هناك على الطياره اخبارهم ايه،
عايزين نطمن عليهم لان احنا وبعدنا عن الطياره بحوالي 600 او 500 متر. وكان فاضل مين بقى في الطياره؟ كان الكومندان والكابتن والاستاذ حسام والاستاذه ياسمين والكابتن حازم وظابط الامن. فالحقيقه كان يعني هم نفسهم قعدوا معايا حوالي ساعتين ونص يا كابتن تقريبا او ثلاث ساعات بيتكلموا مع الاستاذه برضو نهال والاستاذه نايره تحيات عشان الشكل ده هل ده ممكن يكون فيه شك مثلا ان هو الحزام ما يكونش يناسب يكون كذا. اعتقد ان هم ما وصلوش لنتيجه برضو لان شكل الحزام والسلوك ما نقدرش نضمن بس طبعا. اظن ان انتم الحقيقه عملتوا يعني فعلا الشغل بطريقه زي ما الكتاب بيقول. بس يعني انا هسمع في النهايه مشاعركم، هل انتم بصراحه دلوقتي بتخافوا وانتم راكبين الرحله الجديده ولا حاسين ان دي تجربه عظيمه وهبتدي بقى من نير؟ ايه اتسألتي سؤال يعني وانت بتركبي بقى طالعه رحله، اولا طلعتي رحله تانية ولا لسه؟ طلعت من يومين تقريبا المدينه. كنت خايفه بقى ولا قلقانه؟ كنت بص قعدت ابص طبعا في وشوش الناس بقى وفي وسطهم وهو مشهد خايفه يتكرر معايا تاني. فضلت طبعا يعني اللي هو بحاول بس كنت خلاص يعني بعد كده خلاص دخلت في مود الرحله وخلاص. بس في الاول طبعا ايه اللحظه اللي عمرك ما هتنسيها في التجربه دي؟ لما نزلت وسبت بقيه الكرو على الطياره. كانت لحظة قاسية جدا وأول ما شفتهم دي كانت بالنسبة لي أسعد لحظة بجد. كنت انبسطت جدا أول ما نزلوا لنا تاني. ياسمين إيه اللحظة اللي مش ممكن تنسيها في الرحلة دي؟ يعني هي كان في كذا لحظة بس اللحظة اللي إحنا نزلنا وكابتن عمرو وأنا بقينا بنبص على الطيارة. إحنا صعبان علينا الطيارة الهيكل بتاع الطيارة خايفين للطيارة نفسها تنفجر بالظبط. يعني طيارتهم مصر الطيران اللي مكتوب عليها شعار مصر الطيران ده لو انفجر احنا كنا بنعيط عليه. الطياره كابتن حازم الحقيقه هي مش لحظه، هي الرحله كلها لا تنسى يعني. ولكن هو درس فعلا استفدنا منه الحمد لله وقدرنا نعمل حاجه لمصر يعني لان مصر تستحق كتير يعني. تكريم المصري لينا الحقيقه يعني ده كان اعظم حاجه لان احنا البلد دي فعلا لها حقوق على كل من على ارضها يعني كل من على ارض مصر. فالرحله نفسها بتفكرنا ان احنا يعني في ساده كبار في البلد كرمونا الحقيقه. فكان كلامهم لينا قالوا انتوا عملتوا انتصار لمصر لا يقل عن انتصار 73. فالوقت ده الحقيقه يعني كنا موجودين احنا حسينا ان احنا بنفتخر بهذا الاسم وهذا العلم والتراب وعالم مصر طيران يعني ان شاء الله يفضل محلق دايما فوق سماء مصر وسماء العالم يعني. نيال ما فكرتيش مرتين ان انت وحكايه انك تطلعي وترجعي تاني انك تخلعي يعني؟ دي كانت جامده جدا لان كل بقى اللي عندي في البيت ابني وجوزي وامي انزلي انت رايحه فين يا مجنونه ارجعي انزلي. انا ساعتها بجد اللي فكرت فيه كله ما كنتش اتصور انا ازاي الثبات الانفعالي ده انا ما اعرفش ازاي جه في الوقت ده بالشكل ده. يا جماعه ما انهارتوش طيب بعد يعني ما خلصتوا؟ هقول لحضرتك حاجه، الواحد ما كانش عارف ينام اما روحنا طبعا مش قادره تنامي لان كل ما بتسترجعي السيناريو نفسه هو يعني حاجه تقيله قوي وما كنتيش تتصوري انها تتحطي فيها. بس احلى شعور بالنسبه لي ان الركاب نزلوا بسلام والطقم الحمد لله كله نزل بسلام يعني دي كانت احلى شعور بالنسبه لي. انا هبتدي من الاخر واختم بالكابتن استاذ حازم. اصعب لحظه طبعا لما كابتن عمرو كلفني بتأمين كابينه القياده الكوكبيت. طبعا لازم اتم اعمل واجبي على واخد تدريبات على ده؟ نعم واخد تدريبات طبعًا. على موضوع الخطف ده تدريبات وفرق طبعا في جهات كتيره جدا داخل مصر الطيران في التريننج سنتر بتاعنا وخارج مصر الطيران في جهات اخرى. فطبعا لما كابتن عمرو كلفني بالموضوع دوت ده كانت اهم لحظه عندي وكانت اصعب لحظه عندي لان الموضوع مش موضوع بس زي ما استاذه ياسمين قالت مش موضوع بس الشعار بتاع مصر لا دي مصر كلها سمعت مصر. كابتن حسين فانا يعني اصعب لحظه بالنسبه لي هي اعاده توظيف الكرو في المشكله دي. يعني كنا رحله اسكندريه كايرو ما فيش اي شغل ما فيش اي كومبليكيشنز عشان فيسنج الامرجنسي دي محتاجه توظيف المهام للكرو تاني. فكانت صعبه جدا ان احنا اعاده هيكل الكرو مين هيتعامل معاه مين هيتعامل مع الركاب ومين هيتعامل فيدباك مع الكوكبيت. فدي كانت صعبه شويه بس الحمد لله بفضل التدريبات اللي بتدربها في مصر الطيران الحمد لله تعديناها الحمد لله. كابتن حامد
وفي ثلاث لحظات يا فندم الصراحه. لحظه القبض من الشباك. في ثلاث لحظات، لحظه اولانيه لما كان خلاص متوجهين قربنا للارناقه المطار، وكابتن بيفوضهم هم ما كانوش عاوزين ينزلونا في الاول يعني طبعا مش عاوزين مشكله عندهم، فبيقولوا طب روح حته ثانيه او بتاع، فالكابتن قال لهم مفيش بنزين، مفيش خلاص انا ما عنديش وقود ومفيش مجال ان انا اروح حته ثانيه. 10 دقائق بعد، فحتى كابتن بيقول لهم مفيش انا كده هنزل في الميه في اي حاجه، وبعدين البومبات بتاعت الفيول بتقفل يعني عندنا التنكات بتخلص، فبص لكابتن بقول له البومبات يا كابتن بتقفل، هو شايفها طبعا بس احنا بنكلم بعض، فبيقول لي لو قفلت معانا لو المكنه قطع مننا هنزل في الميه دي اول لحظه. فطبعا احنا ابتدى يقول لي بقى هنعمل ايه في الميه لو نزلنا في الميه وبتاع، بنسترجع مع بعض بريفنج اللي بيحصل. اول لحظه، ثاني لحظه ما طبعا ابتدى خلاص اتفقنا ان احنا ننزل، فطبعا ابتدى ينزل من يعني من الباب عادي، فانا بقول له شويه، فبيقول لي خمس دقائق لو ما اتحركتش هفجر كل حاجه. فبقول لي خمس دقائق هفجر كل حاجه، انا مش عارف يعني، قلت له طيب اوكي، وقفلت الباب. فطبعا بعد ما قفلت الباب مش عارف اعمل حاجه، عاوز اشتمه حتى مش الموقف لا يسمح، ومديني بيقول لي خمس دقائق ومتنرفز يعني العمليه خلاص قربت تنتهي. فببص لقيت الطقم نازل، فروحت انا بقى قبل ما فتحت يعني الشباك كان مفتوح، الحبل كان نازل حتى، ابتديت انزل على الحبل. دي تاني لحظه، تالت لحظه ما الكابتن بعد ما نزلنا انا بنزل بس مش عاوز يبقى شفنا من الشبابيك، فبننزل نزلت والكابتن كان منتظرني، فالكابتن فجاه لقيته عاوز يرجع الطياره، بيقول لي الطياره. ف كابتن عمرو كنت عايز ترجع للطياره؟ فابتديت اشده، ابتديت اشده لدرجه ان انا يعني استعانت بالظباط الابرصه بتشده يعني انت عايز ترجع للطياره؟ بمنعه، انا بمنعه، شالني ده، هو شالني اصلا. و ايه احساسك ناحيه الطياره؟ احنا حاسينها هتنفجر، والكابتن يعني صعبان عليه الطياره نفسها انها تروح يعني، او ان بسلمنا الطياره كده ممكن يحصل فيها حاجه، فبشد الكابتن السلطات الابرسيه حتى الظباط ندهتهم هم مسكول. خلاص احنا ابتدينا الانسحاب، فلازم ننسحب، ركاب سلام طقم سليم. انا كنت شايف ان ده، وانت كنت قلقان على الطياره؟ لا انا يعني اصعب لحظه بالنسبه لي، هو كله لا كله صعب يعني، انا اسعد لحظه بالنسبه لي لما نزلت ودخلت الصاله وشفت كل دي اسعد لحظه، الكرو ركاب دي اسعد لحظه طبعا. كله بيعيط، كله لكن بيسقف، كله غير كده هو كله صعب، مفيش ثانيه واحده سهله بالنسبه لي. حتى على الطياره، على هذا الهيكل، على الطياره نفسها بالنسبه لك كيان كله يعني. انا الحقيقه بحييكوا نيابه عن كل المصريين، انتوا رفعتوا راسنا وشرفتونا، والحقيقه بجد يعني احنا سعداء بادائكم المهني المحترف اللي على احسن وجه، يمكن ناس كتيره كرمتكم، بس انا حبيت النهارده ان انا استضيفكم عشان كل الناس اللي بتتفرج علينا تقول لكم متشكرين بجد، احنا فخورين بيكم وفخورين بمصر الطيران. اتفضل. نشكر السادة شعب مصر العظيم يعني، لان احنا اكيد كل شعب مصر كان بيدعي لنا واحنا فوق في المحنة. عايز اوجه شكر خاص لزمايلنا الطاقم الراكب اللي كان على الطيارة، اوجه شكر عظيم لركاب الرحلة اللي كانوا على الطيارة، الحقيقة الناس دي تستحق التكريم يعني، بشكرهم على من خلال برنامج حضرتك. وبرضو نشكر السلطات والسيد الرئيس السيسي ومعالي وزير الطيران ومعالي وكل الأجهزة يعني، القيادات الأجهزة اللي هم كانوا معانا بجد، وحاسين عارفة ان الثلاث سبعات جريت بسرعة، فرقة الثلاث سبعات كانت موجودة في مطار الأرنكة، طلعت بعد 10 دقائق بالظبط من الطيارة ما اتخطفت، ما كناش لوحدنا، فكل مصر كانت قلوبها معاكم، والحقيقه ان كل الاجهزه كانت مستعده انها تعمل اي حاجه، وانتوا كنتوا في البدايه والركاب. الحمد لله. انا بشكركم، رفعت راسي بجد. شكرا جزيلا. بشكركم اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده، نتقابل بكره باذن الله، وهذه لميس الحديد تحييكم، صباح الخير.